بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الله معكم أحبائي، واليوم مع مفهوم جديد يلي هو العنف في الكتاب المقدس. هالموضوع جدا مهم وجدا حساس، كونه دايما رح يرجع يرتبط بفكرة أنه الله يلي بيضرب. وهون نحن بدنا نشوف مع بعضنا، هل فعلا الله يضرب؟ هل الله فعلا عنيف؟ هل الله بده هيك يصير؟ بده تصير الأمور بهالطريقة؟ خاصة أنه عندنا نصوص دايما بتستشهدوا فيها، أنه في نصوص تشير لهذا الموضوع. تقولوا لي الطوفان مع نوح، بتقولوا لي صدوم وعمورة، بتقولوا لي إيليا النبي يلي قتل 450 نبي من أنبياء بعل. فعندنا كتير نصوص ممكن نكون عم نستند عليها لنقول أنه في عنف في الكتاب المقدس، والله سمح بهذا العنف. ولبل أكثر من هيك، في مراجع وفي نصوص بتقلنا أنه الله كان يأمر شعبه لما بدون يفوتوا على أرض الميعاد، كل المدن اللي قدامهم بدون يكونوا عم بيبيدوها، بدون يحرموها، بدون يقتلوا كل ما فيها من إنسان، شو ما كان عمره، شو ما كان جنسه، وحتى قتل المخلوقات يلي فيها، وحرق الأراضي والمواسم. هذا كلام مش من عندي، هذا كلام بتلاقوه بالكتاب المقدس. فإذا هون نطرح علامة استفهام كتير كبيرة، هل الله، أو بالأحرى صار في عندنا تناقض، هل إلهنا إله عنف وموت ولا إلهنا إله حب وحياة؟ لأنه بالعهد الجديد ما بنشوف ولا مرة الله يغضب، بمعنى الله بيغضب، بيدمر، يقتل أو ينشر ثقافة العنف والموت. مرة الوحيدة اللي بنشوف فيها يسوع بحالة نوعا ما غضب، مع أنه هي منا غضب، هي غيرة، غيرة مش غيرة، غيرة مقدسة، هي لما فات إلى الهيكل وشاف كيف محاولين الهيكل يلي هو مكان صلاة، مكان تقدمة الذبيحة، ومكان وضع الإنسان بيضع نفسه أمام الله، بيضع كل شجونه، كل تساؤلاته، كل أحزانه، كل أوجاعه، كل أفراحه بيحطها قدام الله، يعني مكان للعلاقة مع الله. نجي بنشوف هالهيكل تحول إلى مكان للصيارفة وللتجار وغيره. بنشوف يسوع يجدل صوتا، بيضرب الطاولات وبيقلبها، بس ما بيقلنا النص أنه يسوع ضرب أو أذى أي مخلوق من المخلوقات الموجودة، إن كان من البهائم أو إن كان من البشر. فما عندنا ولا نص. وحتى بأوقات يلي تلاميذ يسوع، يعني مثل وقت اجوا ليلقطوا يسوع ببستان الزيتون، منشوف بطرس بيشيل السيف وبيضرب هذا الجندي اللي اسمه ملخص وبيقطش له دينته. هون يسوع بيقول له رد سيفك، من يأخذ بالسيف يؤخذ بالسيف، وبيشيل دينته لهذا الجندي وبيرجع بيرد له اياها. يسوع كان بكثير من المواقف قادر يحرر نفسه، قادر يطلع من هالحاله اللي هو فيها. ما ننسى بنفس الموقف لما اجوا ليلقطوه سالوه انت يسوع الناصر؟ قال لهم انا هو، وتقال لهم هالتعبير انا هو يلي موجود بالعهد القديم. وانتبهوا، هذا تعبير كثير مهم، لان الله يعرف عن نفسه بالعهد القديم انا هو. فلما قال لهم انا هو، رجعوا كلهم وقعوا على الارض. يعني هون عم بيرجع ياكد يسوع الوهيته وقوته، قادر على كل شيء، بس هو لا يريد ان يبتعد عنه هذا الكاس. قال له ابعد عني، بس رجع قال له لا، لتكن مشيئتك، ومشي وذاق كاس الالم والموت على الصليب. كان قادر يعمل كل شيء، بكل لحظه كان قادر يسوع يغير، يكسر، يدمر، بس لا، ولا مرة شفناه بهذا الموقف. لنرجع للتساؤل الأساسي، هل الله هو إله عنف؟ هون أحبائي أنا بدي لكم شغلة كتير أساسية، وأكيد رح نعالجها إن شاء الله، رح يكون في استكمال لها اللي بلشناه اليوم. شغلة أساسية كتير مهمة تضل براسنا، إنه ما فينا نقرأ الكتاب المقدس قراءة حرفية، يعني بيجي بياخد الكلمة مثل ما هي، بقريها هيك، بفهمها هيك، وبس نقطة على السطر. لا، إن الكتاب المقدس كتاب ما فينا نحده، إن الكتاب المقدس كتاب حياة، كتاب حياة، كتاب علاقة مع الله. هيدي كلمة الله، أنا لما بديجي أقريها بحرفيتها بكون عم بحد كلمة الله. لا، هيدي كلمة الله يلي صار لها ألوف من السنين عم
تحكي مع الكثير من المؤمنين، وكل حدا منا، أنا وأنتو، كل حدا منكم أحبائي هلأ قادر يفتح أي نص من الكتاب المقدس وقادر ياخد شيء لإله خاص بحياته، غير اللي أنا رح أخده، غير أنت، غير هي، غير غير غير. شو يعني؟ يعني هذا كتاب حياة، يعني الله يخاطبك من خلال، أو يخاطبك من خلال كلمته. فلذلك أنا ما فيني حد هالكلمة وأقريها قراءة حرفية. دايما نحن بس لنقرأ الكتاب المقدس بنقرأ أحبائي بإطار، بدنا نقرأ إطار النص، بدنا نرجع للترجمة الأصلية لحتى نفهم فعلا شو اللي عم بيصير، أو ليش الله قال هذا الكلام، أو ليش صار عنا هيك، أو هالموقف ليش صار هيك. رح أخذ موقف فيه عنف، يلي هو موقف اللي صار مع النبي إيليا. كلنا بنعرف النبي إيليا يلي هو مالياس، أشهر صورة لإله يلي هي بنشوفها واقف مستل السيف تبعه ورافعه بالجو، ومنلاقي تحت إجراه في عنا اثنين مع درع ودرعهم بالأرض وما إلى هنالك، ومنشوف وراه في ثور على مذبح، ومنلاقي وراه كمان في شعلة كتير كبيرة، ومنشوف مالياس عيونه باتجاه هول الشخصين وسيفه بوضعية انه نازل ليقتل. لانه فعلا النص بيقلنا انه النبي ايليا ذبح او قتل بالاحرى 450 نبي. طيب خليني انا وياكم نفوت على هالنص، ولو ما انه قدامنا بس رح هيك اعمل عرض سريع شو اللي صار لو وصلنا على هذا الموقف، وشو حقيقة هيدي الصورة اللي بنشوفها. بداية النبي إيليا كان عنده غيرة كبيرة على الله كمان وعلى شعب الله. فبوقتها كان الملك أحاب متزوج ملكة وثنية، مش يهودية، وثنية، من يعني من جماعة بعل والوثن، ما بتعبد الله، متزوجة. وبلش أكيد تأثير المرأة وتأثير هالديانة بلش يدخل على أرض اليهود، بلش يدخل عبادة الوثن شوي وشوي. والملكة جابت أنبياء لألا، أنبياء بعل، وجبتهم وضعتهم بالمملكة. وبطبيعة الحال لما الرأس بيزيغ الشعب بده يزيغ، فإذا الملك بعد عن الله، إذا مش كليا بس بلش يبعد عن الله وبلش يدخل أو يشرك مع الله آلهة أخرى، بالوقت اللي بالديانة اليهودية في إيمان بوحدانية الله، ما في تعدد آلهة. الوثنيين ما عندهم مشكلة، يعني الملكة إيزابل ما عندها مشكلة بتعبد 100 إله، بالعكس للوثنيين كل ما كتروا الآلهة كل ما أحسن، كل ما صار عندنا فرصة أكثر، بيصير إله للخصوبة، إله للمواسم، إله للبحر، إله للجو، كل ما كترت الآلهة كل ما أفضل وأحسن. أما بالنسبة للإيمان اليهودي هذا الشيء ما بيصير. اللي بيصير إنه إيليا النبي يطلق تحدي كتير كبير، بس شاف الشعب عم بيزوغ وعم بيلحق الملك والعبادة الوثنية، يطلق تحدي كتير كبير، بيقول له للملك والملكة أنا رح أعمل تحدي، هالتحدي هو جيبوا هل بنجيب مذبحين، بنعمر مذبحين، بنجيب ثورين بنحطهم على هالمذبح، وكل واحد بيصلي لإلهه لحتى تنزل نار من السماء وتأكل وتلتهم الذبيحة. اللي بيصير إنه أنبياء بعد بيعملوا شيء ما بتنزل نار، أما إيليا بيجمع الشعب حواليه يصلي مثل ما يصلي الكاهن بالكنيسة بوقت القداس، بيقول استجبني يا رب، استجبني يا رب، استجبني يا رب، ولتأتي نار آكلة، وفعلا بتنزل نار آكلة من السماء وتلتهم هيدي الذبيحة. وبيقولنا النص من بعدها انه ايليا شو بيعمل، ايليا بياخد هولي الانبياء باتجاه النهر وبيذبحهم. هيدا نص فيه عنف، انه ليش صار هيك. اذا بدنا نقرا قراءة حرفية بنقول ايه، ايليا ذبح وقتل. بالوقت اللي ايليا لما بلش هيدا التحدي شو بيقول، بيقول الى متى تعرجون على الجانبين، إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان بعل فاتبعوه. يعني هون عم بيعطي حرية المعتقد، يعني إذا أنت بدك الله بشي وراء الله وما بدك الله بشي وراء بعل. بس عم بيقول إلى متى تعرجون على الجانبين، يعني مثل المثل منقوله نحن إجر بالبور وإجر بالفلاحة، ما فيك تكون هيك، يا بتكون مع الله يا ما بتكون مع الله. هيدا اللي عم بيقوله إيليا. فاليوم إذا إيليا عم بيطرح هذا الموضوع بالأول، ليش لا يقتلون؟ إذا هو عم بيفتح حرية، عم بيفتح مجال لحرية المعتقد، ليش لا يجي يقتلون؟
بيقلنا النص انه بالاخر بعد ما خلصت الذبيحه ونزلت النار بيقلنا انه ايليا قال للي معه اقبضوا على انبياء بعل ولا يفلت منهم احد، فقبضوا عليهم فانزلهم ايليا الى نهر قيشون وذبحهم هناك. هيك بيقلنا النص. طيب هلا كان عم بيستعمل صيغه الجمع اقبضوا فقبضوا، بيرجع انزلهم وذبحهم، نقلنا من الجمع الى المفرد. ليقول لك النص هون انه ما فيك تقراني قراءه حرفيه، في شيء ابعد من قصه القراءه الحرفيه، انه معقول بنظركم نزلهم ايليا ل 450 نبي هيك وقفهم وكلهم ناطرين بالدور ليكون هو عم بيقطع لهم راسهم واحد ورا واحد، برايكم بالمنطق بتصير؟ اكيد لا. وحتى لو كانوا مكبلين بسلاسل هل بيقد يعني هيك تقطع بكل بساطه الخبريه؟ اكيد لا. فاذا هون مش قراءه حرفيه، هم روح ابعد من هيك، عم بيقلنا شو هون؟ نزلهم الى نهر قيشون، نهر قيشون هو نهر الفاصل الذي يفصل ارض اسرائيل او ارض اليهود عن ارض الوثنيين. وكلنا بنعرف انه بكثير من البلدان حتى حاليا الانهر تشكل حدودا. فاليوم فعل ذبح منه بترجمته العربيه ذبح، بس هو بالعبري فعل شاحات، وفعل شاحات ممكن ياخذ كثير معاني، بس مفهوم الذبح منه هو المفهوم يلي يستخدم. يعني منلاقي كلمة اليوم شحاط في الكتاب المقدس كثير موجودة، ولا مرة أشارت إلى الذبح، ولا مرة أشارت إلى الذبح. فإذا ما فيني أخذها أنا هون بمعنى الذبح. خليني أقرب لكم إياها لشيء نحن بنعرفه بلغتنا العربية العامية. شو بنقول نحن عن الشحطة؟ شحطة أول شيء فيها تاخد معنى شحطه، يعني لشحطه لبرا، يعني شحط الشخص من مكان إلى مكان آخر. فينا نقول شحط لي إياه لهون، يعني جيب لي إياه لهون، أو شحطه لبرا يعني كمان طلعه لبرا. وفينا نستخدمها كمان بمعنى شحط، إنه شحطت شحط، يعني عملت شحط أو زيح فاصل. يعني بثلاث معاني اللي ذكرناها كلها فيها طرد الى اماكن خارجي او في وضع حدود، وهذا اللي عم يدعيك له اليوم. في حدود، في حدود ما بين الله او الوثن او اي اله اخر. وحتى بيومنا هيدا ما يسوع بيقول لا تعبدوا ربين اله والمال، خينق بدك هيك او هيك، اله والمال، اله والشهوه، اله والمركز، حطوا بدكم ايه بدك ايه، بس خذ خيار، خذ خيار، لا تعرجوا على الجانبين. هذا كل اللي عم بيجرب كان يفهمنا اياه النص. فاذا انا ما فيني افهم اليوم واخذ النص انه هذا عنف وقتل، انما هيدا نص عم بيقول لي انتبه وحط حد بين ما هو لله وما هو لغير الله، والافضل ضلك مع الله، لانه الله يرعاني والله هو بيحبني والله بيعرف كيف يدبر لي اموري. موضوع اليوم جدا مهم أحبائي، نص علاجنا نص جدا مهم، بعد في نصوص كتير، صدوم وعمورة، طوفان نوح، كلهم هولي إن شاء الله بتسجيلات لاحقة نقدر نكون عم نعالجهم.